الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هو بقى؟ أما بعد، ربنا اجعلنا من خير أحبابك، وعلمنا كيف نخشع لك ونذكرك ونسبح لك ونخشاك ونرجو عفوك يا كريم يا حليم يا جليل يا جليل. آمين يا رب العالمين. أما بعد، بعجالة وبركة من الله وتوفيق من لدن، أعينكم على في هذه الأيام خاصة على فهم بعض ما خفي عنكم في الماضي. الناس اليوم نوحوا ويسيحوا ويغردوا على كل ثانية لدن، وهم مما يقولون ويظهرون أبعد الناس عن ذلك، عن قولهم، يعني ما في قلوبهم. أنا ديمتر الموكوزياني في الطرف الآخر المناقض لما هو ظهر عنه أو عليه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ونجد من عينكم، أنا حكم كطبيب أعطني ربي أسرار من القرآن، وزدنا عنكم ببعض آيات قرآنية وردت في سورة القلم. تعمق في حياتكم في هذه الأيام. يقول ربنا سبحانه وتعالى، نبدأ من آية 5: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيم على الخلق. صدق الله، هذا وعد الله وسريع اللجوء سريع الوقوع. يقول ربنا ستبشر وتبشرون. دائما فما نزاع بين أهل الحق وأهل الباطل، لابد أن يختمها ربي بعدله وفتحه وحكمه العادل. يعني فستبصر وتبصرون، هم موشدين صحيح اللي هم المسلمين وهم أعداء الإسلام، تحبوا ولا تكره، هم من خداو خداو من البرديبيين وهو عميل استعماري ويهودي والعياذ بالله، وخذوا من سراق البرجيبيين والمنقلبين على البرجيبيين التجمعين عموما، لا اقول الكل لكن اللي ظاهر واللي يشهد به التاريخ هم في قنطله واحده والعياذ بالله. يعني هم يمثلوا شيطانهم باسم الاسلام، وهذا لا يجوز ابدا، ونحن نرفضه تماما ونعين اصحابه بانهم خارج سكه الاسلام، وان حلفوا وان سرقوا فلن نؤمن لهم والله اعلم بما في الصدور، ولا رايهم كثير لا فائده في كثره الدين. المفيد الناس هذوما هم اعداء الاسلام باسم الاسلام، ربما بعض التيارات الاسلاميه اليوم الجهاديه ربما تكون من هذا النوع، ربما تكون عكس هذا النوع. اليوم وهالايام القادمه هذه نكون اكثر فقه لما يدور حولنا، نكون اكثر محللين ميالين الى الصدق والى الموضوعيه لا الى الذاتيه. ما نجد اليوم انا اعاون بحول الله كطبيب على نوصل الشيء بطريقه موضوعيه حتى افهمه وحتى نكون صادق، والا مصيب بدرجه كبيره في تشخيصي حتى اجد الحل ان شاء الله تعالى. اذا يقول ربي فستبصر ويبصر، يعني جاء الوقت اللي كل حد مش يرى روحه ماذا سعى الى ما كان قصده. فسيبصر ويبصرون، فستبصر ويبصر انتم اهل محمد عليه الصلاه والسلام، وان قل عددكم ستبصرون نصر الله، ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. لقوي عزيز بأيكم مفتون، هل فريق منكم فتنه الشيطان
بالطبع من يدعي الإسلام هو عدو الإسلام، حب ليك رواه من كما تقول من سميع بني سهيل أخزاهم الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، واضح فماشي يعني كيف خالف، لا يعلم من خلقه والله كيف خبير، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. وهنا يزقوا تفهم يا مثل يا حرائر يا حرائر ما تفهموا إلا صوت الإسلام، وكل ما سواه ودائما المؤمن قلبه خبير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا يا رب المؤمن فإنه ينظر منه ويضحك. إذا ودوا فلا تطع المكذبين، ولهذا نحن براء من براءة بيننا وبينهم، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن بهم. وما يناولوا كيفاش كيما لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وما يحبوا يكونوا كيفهم باش ما نكونوش منازعين لهم ونكونوا كشافين لاحوالهم، ولا ما داروا يحبهم وانا اراكم مداسيون، يعني الناس كل راني فاهمه مع بعضها، لا واحد يكشف لهم. ودوا لو تدروا في يدهم واقتشفوا الشيطان واللي يرابع في الناس وقت تولي مداهنه وتولي نفاق وتولي مصالح لا اسلام. نزيدوا على ما بينا والعياذ بالله. ولا تطع كل حلاف مهين، هاو هذا من تسمعه، هاو كله يغردوا يسيحوا اللي هما على حق، نداء تونس وغيره وغيره وتجمعين تفرقوا وخذوا اسماء اخرى وشعارات اخرى حتى بعد الانتخابات في الولايه اللي يعملوا فيها بعد الانتخابات يتلاقاو باش يعملوا حكومه جهنميه شيطانيه ابليسيه والعياذ بالله. لكن هذا اذا كان ربي حب يخرب هذه الديار سيعطيهم هذه الفرصه، لكن هي غصه بالحقيقه. وهنا وقت سيحاسب نفسه من اعطاهم صوت، لانه اعانهم على الوصول الى سلطة الحكم حتى يخربوا المراه اليوم، خذوه شويه مال وشويه كلام وشويه ترتيب على الكتاب، غدا يكونوا اسباب تغيير حياتك في الدنيا وعذابك في القبر وفضيحتك يوم النشر والحساب، ثم ربما خلود النار لانك انت ابيت الا ان تكون عبدا للشيطان واهل الشيطان. هم لا فلا تطاع كل حلاف مهين، ما ناش اللي انت تعبوا ناش لم منكم يا فاهمينكم، لا ولا تدوخوا بروحكم وتعبوا بروحكم. حاضر امام بكر لكم التقى لعل تنفعكم يوم ما، مهين يعني لا قيمه لكم، وزاد دي ميناب ولا اوكن فالور لا ايتيك ولا استيتيك. هماز من الشأن بنيامين، أما ذا كل متلوث في كيفاش يلقطوا التهم وتشوهوا في الصور وكذا، ما الشأن يعني ما انفاتيكابل ما تتعبوش، يعني الشيطان يحرك بكم كيف تتعب، هي الطاقة اللي يعطيها لكم ربي باش تكونوا أوفياء لعهد الله، كذا هو مصر منكم وخربكم أنتم من تلك الطاقة. ما الشأن بنا مين؟ يعني ينقل النمام يقول لك نقل حديد من هنا لهنا باش يدخلوا في بعض، هذا ده دوركم، احنا راكم فوق العين كذب وتشيتين والعياذ بالله. منع عن الخير معتدين، انت ما اعطيني شكون من الموجودين الا ما قل ولا در ولا من التجمعين اللي كان يسعى للخير حقيقه لا باسم الحزب وهو يستغل الحزب لما يزيد امواله ويزيد سلطانه على مجره. ولا تطع كل حلاف مهين هماز هماز مشاء بيمين، وهذيكم صورة سيدكم اللي كنتوا تسبحوا بحمده وتحبوا يرجع، انظروا له انظروا وجه الكلب السيسي اليهودي هذاك السيسي اليهودي وصهيوني، شوفوا تلقاهم نسخة مطلقة الأصل كقطرة كفولتين أو كقطرتين، يعني لازمكم تفهموا بالضبط. إذا كان عندكم دراية في موضوع السكوليزم علم النفس خاصة في الوجه وألوانه وكل حركاته وجمود والمجر، إذا كان عندكم شيء من هذا العلم ستعلمون هؤلاء أهل شيطنة، لا أهل إسلام ولا أهل بناء ولا أهل وئام. أما هذا المشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، يعني ما تحبوش الخير يكون في البلاد، تحبوا الشر لأنكم في الشر تتنعموا وتسبحوا كما تقولوا انت يرول لا ميكانيك، هذا وقت الشر، يعني في اللي يصطادون في الماء العكر ما
منان الخير معتدل اثيم معتدل يعتدي على القانون. انت تابعه انت كفاسد ترى القانون باش تزيد هكا هيلمان وتزيد فخفقه وتزيد وتولي بومبو معناها كيما قارون ما كيمك حد في الزينة وفي المال وكذا كذا. قانون فلان قانون فلان، لكن انت اول من يعتدي على هذا القانون ولناها في الغرب قد كم من مرة اللي يجي كوزير ما تكون انت مالية ويبدأ يدعو إلى النزاهة ويدعو إلى نظافة اليد والقلب، فإذا هو يكون أول متهم وأول من يكشف الحال. وأنا جايكم كشف الحال ما دامكم نكون فاهمين، ستبقوا بالقوة تعرفها البعرة إلا ما تشد. هماز المشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم، يعني كثير الإثم، يعني ولا خوض أي سيرة من سير هؤلاء تلقاهم الناس كيفهم في الإجرام، يعني يعلو البلاد من مالها، يعلو البلاد من أسرارها، ما يشتروا الناس إمام الناس، ما يخلوا حد شيء دي. قلت لهم بعد ذلك زنيم، ثم يدعي أنا فلان فلاني وبابا كان رجل قرآن وبابا كان زيتونة ولا ما جاب إيه، راهو الإسلام ماهوش هذا. الإسلام أن تسلم أمرك كليا نهائيا إلى الله، هو الخالق وهو المعبود وهو المشكور وهو الذي لابد أن تخشى لو كنت عليما بحالك ومآلك. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل والعياذ بالله مخاب يسر كل مخاب يسر عتل بعد ذلك زنيم، يعني دعي يعني ملصق لناس معينه باش ينظاف، ما تنظافش ما دامك بس في العيون في قلبك ما فانت لا ترمى، وبالله جيب مال الدنيا كله وجبل الدنيا كله لنقل النقل. انكلد من ولي، وهذا اللي يتميزوا بيهم يتميزوا المال برا، نشوفهم في الخارج ايش عندهم في سويسرا وخرب، لانها هي كانت قبلت هؤلاء الدول كلها كانت تفعل نفس الشيء. أن كان ذا مال وبنين، وبنين شنو هو؟ وين يمشي يزرع بالفساد، أنا العياذ بالله نخلي حتى مرة سليمة، وين يخلي وين يدخل على ما على نزل، وين يدخل في أي مؤتمر إلا وتلقى مهيئين ويخدمهم شي تاع الفلوس. ما إنه أجمل البنات وهي أتعس البنات حقيقة، وهنا مرتع لكل الجراثيم الأخلاقية والبيولوجية والعياذ بالله. أن كان ذا مال وبنين إذا تكشفوا قداش من أولاد فرخزنا شيء على الرغم هذاك ونشر، ولا كانت امرأة نفس الشيء كي ذكرت بالرنفة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين حقيقة، وقت يتحدثوا عن الإسلام وأنت ناصح له أمين، هو حقيقة يكذب في داخله يضحك ويبغض، هذا واقع وقع. واسألوا علماء نفس المزاهاة وجاوبوكم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسيمها الخطوط، ربي قال سيمسخ ويظهر بما أعطاك من كرامة، ولقد كرم بني آدم ولا تلوم إلا نفسك إن عصيت ربك، والسلام على من اتبع